على المرمى كسب النادي الاهلي 2، وكان ممكن نكسب اكتر من كده كمان. مظبوط. الشوط الاولاني حاجه والشوط الثاني حاجه خالص. صحيح. يعني ما فيش اي نسبه في سرعه الاداء، في كميات الجري، في الاحساس بالخطوره والموقف. صح. اللي انت فيه ان انت لازم تكسب عشان تاخد خطوه لقدام في جدول الترتيب، تحرك بكره ومن غير بدون كره برضو، كل حاجه. حتى الحاله الفنيه رغم انه في ناس مش في احسن حالاتها في طوال ال 90 دقيقه او في معظم الوقت في 90 دقيقه، بس برضو ادائهم ارتفع كتير الشوط الثاني عن الشوط الاول. مزبوط. يعني لما تيجي القفشه فرق. صح. كبير بين الشوط الاولاني والشوط الثاني. الشوط الثاني ابتدى يسيطر على نص الملعب، ابتدى يعمل تمريرات بينيه، والكره الجميله اللي عملها لشريف قبل الهدف اللي هو استلم وحاول يحطها بالشمال، اللي عادل قال كان المفروض يحطها باليمين، هو عنده حق، بس هو برضه اتصرف تصرف ثاني. معقول لكن طلعها منه حسن شاهين. صح. ابتدى قفشه يعمل شكل كويس، اداؤه اتحسن كتير على الشوط الاولاني. صح. عندك علي معلول الشوط الثاني افضل كتير من الشوط الاولاني. عندك ديانج الشوط الثاني تحرر كتير قوي وابتدى ينطلق، وابتدى تحس انه مالي نص الملعب. نزول بواليا برضه كابتن، ونزول بواليا طبعا لانه غير الطريقه زي ما علاء قال. وانت يمكن كنت سالتني السؤال ده قبل المباراه لما بتقول لي مستر موسيماني بيلعب، قلت لك هو الاساس عنده 4-2-3-1، ولكن كل مدير فني في بعض المباريات او اثناء المباريات لما بيحتاج يغير من الطريقه لسبب هو شايفه. النهارده عمل كده. أيوة. شال الراجل اللي هو تحت راس الحربه. أيوة. ولعب اتنين راس حربه صراحه، بقى كاننا 4-4-2، بقى طاهر والشحات على الاطراف. صح. وحط بواليا مع بواليا. شريف على اساس ان هم كده كده مدافعين زي ما علاء قال. مظبوط. وابتدى يلعب، غير الاسلوب شويه، ابتدى يلعب كرات طويله على بواليا على اساس انه بيعرف يلعب بدماغه. آه. ويعمل اي اخطاء جوه ال 18، فغير. معانا الاحصائيات على الشاشه للاستحواذ 73-27 نادي الاهلي، التمريرات الصحيحه 623 نادي الاهلي من 700، يعني نسبه كبيره جدا جدا جدا. نادي المقاولين 180 من 276، نسبه التمريرات الصحيحه في النادي الاهلي 89%، ودي نسبه عاليه. النادي المقاولين 65%، ولكن مقارنه طبعا بعدد التمريرات في فرق كبير جدا بين تمريرات النادي الاهلي وتمريرات النادي المقاولين. تصويبات على المرمى 22 تصويبه للنادي الاهلي على المرمى، 4 منهم بين الثلاث خشبات، نادي المقاولين 1 من 5 تصويبات. طبعا ما انا قلت لك الاحصائيات اختلفت تماما، حتى الشوط الاولاني الاستحواذ بتاعنا كان اكتر، ولكن الخطوره كانت قليله، كان في خطوره على المرمى. لكن الشوط الثاني محاولات كتيره. صح. من في تحركات من اكرم توفيق اللي بيعمل جهد عالي جدا عادي. وبصراحه. صح. بيكافح كفاح، بس هو ان شاء الله مع الوقت يتطور في انه الحاجات العرضيه يعرف يعملها بتوقيتات مظبوط، المواقف اللي يقدر يخش جوه ال 18 ويسدد، الحاجات يقدر يلعبها لتحت، يعني شويه حاجات يتحسن فيها في النواحي الهجوميه تفرق معاه كتير. لكن باذل جهد كبير قوي ناحيه اليمين. صحيح. الناحيه الثانيه من علي معلول تصويبات. حتى عدد الكورنرز كتر قوي، بقى اكتر. مزبوط. من 5-6 ضربات ركنيه الشوط الثاني. في كوره قبل الهدف حلوه قوي، فاول عملها قفشه لحمدي فتحي. لمسها براسه، هدف اكيد مؤكد، يعني كان مشيت في فكل بقول لك المؤشرات الشوط الثاني بتقول النادي الاهلي هيجيب جون، بس توقيته امتى؟ الله اعلم، لانه بس جاي جاي. جاي يعني. هو التوفيق وعدمه ده ما بتعرفش انهي كوره بالظبط اللي هتيجي جون. فالنادي الاهلي قدر يجيب جونين حلوين قوي لصلاح محسن، اللي برضه فرق كتير قوي لما نزل في الجانب الشمال. صحيح. اشتغل مع علي معلول كويس قوي وعمل خطوره. صحيح. وجاب جون. وطبعا الهدف الثاني رائع من شريف، اللي هو بقى الاحساس بالمكان داخل ال 18 بقى خطير قوي، يعني بيعرف متمكن سواء بالشمال. صحيح. او اليمين. ثقته بنفسه عليت، ثقته بنفسه عليت قوي، وبقى متمكن داخل ال 18 وعلى الجون، بقى المواضيع بالنسبه له قرارات بياخدها سريع بكل سهوله وبساطه. فاداء رائع الشوط الثاني عن الشوط الاولاني خالص. صحيح. وهدفين جمال، وكان ممكن يزيد عن كده. مبروك للنادي الاهلي. طيب تعالوا نروح لزميلنا كريم.